جدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على حرص الحكومة على الاستمرار في الوصول لحلول فعلية للانتهاء من جميع التشابكات المالية التاريخية والمعقدة بين عدد من الجهات الحكومية المختلفة. جاء ذلك خلال اجتماع لاستعراض آخر المستجدات المتعلقة بفض الاشتباكات المالية وتسوية مديونات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تجاه بنك الاستثمار القومي. وخلال الاجتماع تم الاتفاق على مقترح لتسوية المديونات بين كل من وزارة المالية والقابضة لمياه الشرب وبنك الاستثمار، وهو ما يأتي في إطار جهود الحكومة للتعامل بشكل جاد مع هذا الملف.